تقول سبع عبارات فيها أجر عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الأولى، التهليل الطويلة، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله، هذه التهليل القصيرة، والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي، هذه السابعة، أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته.